الشعارات حنا هما الضحايا، براكم الشعارات حنا هما الضحايا، شو كتبدل دغيا الحالة هي هي، سيطرات الناس كتموت وهي كضحك هيا ودي جمعي راسك راكي في المجلس الموقر، ماشي في كوميديا شوها في الميديا، واش عرفتي بلي الناس كتعاني في الراشدية؟ تعيش ساكنة في إفلام الراشدية عموما ومنطقة سافلة على الخصوص هلاوعا شديدا، وذلك بسبب ظاهرة حشرة غريبة تسببت في لدغ عدد كبير من المواطنين. عدد كبير من المواطنين تقاسوا مرضوا بغاو الدواء، المرض جديد والناس ما عارفة اشنو هو، ليش مليون؟ إذا كنتم تتكلمون باقي كضحكي غادي تهجريه، إلا عندك شي تفسير يلا قدميه، عشنا وشلنا المرض نوك تكضحك قليل اللي عارفان هنايا باش نفرحك، ياسمينة كتضحك والمواطن في خاطر، الوزيرة كتضحك والمرض كينتشر. نصيب الإنسان حيث يرى تنقل من الفئران أو الجردان. أيوا حنا هما الفئران، حنا هما الجردان، هكا كتشوفونا حيث نتوما في أمان، قصور عايشين والناس كتموت، واللي هدر كيجاوبوه بلا صوت، واش راك مريض خاصك تخلص الحاج، أما الوزيرة راه كدير في الماكياج. أول مقياس أساسي هو الاستقامة. اش من استقامة؟ الله يعطينا وجهك، فين عمرك شفتي وزيرة في المجلس كتضحك؟ لا كتموت بالضحك والناس كتموت بالمرض، دوار بلا سبيطار مرا كتولد في الأرض، راكم خمستو حتى عطات الريحة، بدينا كنشكو كاع واش كاينة وزارة الصحة؟ وزارة الصحة حقيقة قايمة بالواجب؟ اش من واجب؟ والسيرة كتكونيه؟ واش هبينا ولا علينا كتبلي؟ ولا ما كنتيش عارفة؟ خرجي سولي براكة ما تبلبلي وديري غير الواجب، كلشي كيتخوصص واش هذا هو الواجب؟ طبيب كاع ما كاين واش هذا هو الواجب؟ سبيطار معفن واش هذا هو الواجب؟ واش في الأنطاكي باقي هو هو معفن بنوزو معفن بنو طفل معفن مكرفص، سبيطار مكرفص المواطن مكرفص، المواطن كيخلص الأدوية غالية، انتوما عندكم هانية المواطن تهرس دير عملية، خلص مليون ونص شكون اللي بينا حس الوزيرة فينا هي؟ وسيدة الوزيرة فينا هي؟ ما كايناش ما كايناش، راه كدير في المساج كاع ما باغا تعرف في المواطن اش محتاج، راك محسبك المواطن الحمار بودنين، رحنا عارفين اش وقعوا كاع ما ساكتين، الملك نصره الله كيدير التدشين، الوزارة خاصها تطبق نتوما مالكم ناعسين ناعسين، راه فينا وزارة الصحة؟ الوزارة باقا في الفراش، فينا هما التجهيزات؟ التجهيزات كاع ما كايناش، كيفاش تكون التجهيزات؟ السبيطار كاع ما كاين، عيب وعار عليكم مسكين كاس كيسين، نتوما نسيتو وتقولوا اشنو بغيتو؟ ايوا بغينا غير حقنا، ما بغيناش الكانيو، بغينا غير سبيطار بنيتو لينا الحيوط، ما فيش لا طبيب ولا فرميات ولا الدواء، غير الحيوط ما كاين حتى شي واحد، عينا بالاحتجاجات عييت ما ننتقد، وانا استرجعوا الناس الثقه في وزاره الصحه. ايوا ودي اش كتقولي؟ واش نعسه ولا فايقه؟ شكون هاد الناس اللي كتقولي فيكم تايقه؟ فيق يكوني عايقه وديري غير خدمتك، انا ماشي ضدك بالحق كانت حتى انا ضد الوزاره ملي ولات فاسده، الشعب يريد محاكمه الفاسدين، بغينا غير حقنا والله ما نفاكين، ناس سنين ستوب راك بغينا التغيير، محسوبيه زبونيه بغينا حسن تسيير، كنتيقو غير في الملك ما كنتيقوش في الغير، مغربي قح وعلى بلادي كنغير، هاد المصويز باش يفيق ليك الضمير، ضميري مرتاح لان الشفافيه والنزاهه كاينه وهذا معترف من طرف الجميع. معترف من طرف الجميع، شكون هاد الجميع؟ فين النزاهة وفين الشفافية؟ هادشي كامل بلا ما ندوي على العالم القروي، المرة اللي كتموت قبل ما تولد، هادشي كامل بلا ما ندوي على لومبيلونس اللي كتصوني وما كتجي حتى تيموت بنادم، هادشي كامل بلا ما ندوي على التعيينات اللي كل طبيب وفاش كيلهوه، هادشي كامل بلا ما ندوي على الكريساج في الكلينيكات، طبيب كيخلي المستشفى العمومي وكيمشي للكلينيك باش يلم الفلوس، وزيد وزيد كيفاش بغيتي ضميرك يرتاح؟ انتي المسؤولة الأولى والتالية قدام الشعب وقدام الله.